بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت يا زوجي مرض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من تفسيرنا لأي سورة الحشر. وفي اللقاء الماضي ذكرنا سبب نزول هذه الآيات، وأن الله رب العالمين أخرج بنو النضير بعدما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب إلى ما يقارب 20 ليلة، وتعسر خروجهم على النبي وعلى أصحابه، فيسر الله اليسرى لنبيه كما وعده وقال ونيسرك لليسرى، فقذف الرعب في قلوب اليهود وأخرجهم من ديارهم وأجلاهم عن المدينة. قال الله: هو الذي وحده أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وقلنا الظن للمسلمين كان على بابه، يعني ما توقعتم أن يخرجوا وغلبتم أنهم لن يخرجوا، والظن بالنسبة لليهود كان ظن يقين، وتيقنوا أنهم لن يخرجوا. قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الحسبان تغليب أحد النقيضين أو اعتقاد أحد النقيضين من غير أن يخطر الثاني بباله. صحيح؟ طيب الظن إيه هو؟ تغليب أحد النقيضين. أنا بعتقد إن فلان ده صادق يا كاذب. لو غلبت الصدق يبقى أنا كده أظن فيه الصدق، لو غلبت الكذب أظن فيه الكذب، أنا بغلب أحد النقيضين. طيب الحسبان؟ اعتقاد أحد النقيضين من غير أن يخطر الثاني ببالي أصلا. حسبت فلان صادق، يبقى ما جاش على دماغي أصلا أنه هو ممكن يكون كاذب. واضح الفرق بين الظن والحسبان؟ فهنا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. كان اليقين عندهم أن لن يخرجوا وأن حصونهم مانعتهم، فأتاهم الله بما لم يخطر ببالهم من جهة لم تكن عندهم. ما هي؟ أن قذف في قلوبهم الرعب، فجأة دب الرعب في قلوبهم فأرسلوا إلى النبي يريدون أن يخرجوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وقذف في قلوبهم الرعب، وبناء عليه يخربون بيوتهم. وذكرنا أنهم يخربون، يخربون على القراءتين، يكسرون الأبواب ويخلعون ما في الدار ليحملوه على البعير. والنبي أذن لهم أن يأخذوا على ما حملت العير فقط، أن يخرجوا على ما حملت العير فقط، يعني ما ياخدش معاه إلا اللي تقدر العير تشيله. فكانوا يأخذون حتى الخشب بتاعت الأبواب، كسرون الدار ويأخذون ولا يريدون أن يتركون شيئا لأصحاب النبي. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أصل كلمة الاعتبار من العبور، وهو التغير من حال إلى حال، أو الانتقال من حال إلى حال. ومنه يقال عبر الرجل النهر، يعني عمل إيه؟ انتقل من جانب إلى جانب. ومنه المعبر، إيه المعبر؟ يخش من ناحية ويطلع من التانية، خلاص؟ منه الاعتبار، أن ينتقل من حال إلى حال. الله خير.
وقد عرفه الراغب الأصفهاني هو من الفطاحلة في بيان معاني الكلمات، وله معجم في معاني كلمات القرآن، فعرف الاعتبار فقال: هي الحالة التي يتوصل بها المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، ده اسمه اعتبار. هي الحالة التي يتوصل بها المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، يتوصل بها المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، ده اسمه الاعتبار. ركز في التعريف. أنا مثلا بصيت في حاجة وقعدت أركز فيها قوي، طلعت منها مع التدقيق خفايا مش متشافة، أنا شفت موقف حصل لواحد، الموقف ظاهره شيء ولكن أخذت منه ما ليس بمشاهد، عبرة معينة مش باينة، أن يصل المشاهد مع التفكر في الشيء إلى ما ليس بمشاهد، فهذا يسمى اعتبار، أو يأخذ العبرة من كذا، لما شاهد شيئا أخذ منه العبرة، يعني العبرة اللي هو خدها دي متشافة مش متشاف، طب هو خدها منين؟ من اللي شاف، أن يصل بما شاهده إلى ما ليس بمشاهد، ده اسمه الاعتبار. واضحة ولا صعب شوية؟ أن يصل بما يشاهده إلى ما هو خفي وليس بمشاهد، هذا اسمه اعتبار. قال الله هنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، موقف مثل ما حدث وخروج بني النضير، الشاهد أن مجموعة خرجت، هذا مشاهد، أن مجموعة من الكافرين خرجت، هذا مشاهد، ما هو الاعتبار الذي سيحدث لهم وليس بمشاهد؟ أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، هذا ما حدث لهم من اعتبار لما رأوا خروج بني النضير، وأنهم اعتمدوا على حصونهم، وأن الله أخرجهم على الرغم منها، وأن المشاقة مع الله ورسوله إنما مآلها إلى الخراب، فلما شاقوا الله ورسوله أخربت بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، هذا اعتبار. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار يا من رأيتم هذا وأبصرتم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أخذناها تفسيرا يسيرا في آخر الدرس الماضي، ولولا حرف امتناع لوجود، يعني كنت سأفعل الفعل لولا كذا، إذن يفهم من الكلام أني امتنعت ولا عملت، كنت سأخرج من الدرس لولا أن استوقفني فلان، فهمت من الكلام أن أنا خرجت ولا امتنعت عن الخروج؟ امتنعت لوجود مانع، لوجود سبب أو علة منعتني، هذا اسمه حرف امتناع لوجود، خلاص؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي، أبدت به ما المانع؟ أن ربطنا على قلبي لولا وظيفته في اللغة حرف امتناع لوجود، وأحيانا يأتي بمعنى هل لا للتحضيض على الفعل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هل لا إذ سمعتموه أي الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب هنا قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا على وظيفتها حرف امتناع لوجود، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إذن فهل عذبوا في الدنيا؟ ما عذبوا، ما المانع وما العلة؟ أن الله كتب عليهم الجلاء. لماذا كتب عليهم الجلاء ولم يعذبهم؟ لكي يتركوا أموالهم غنيمة للفقراء المهاجرين. أفاء الله بممتلكاتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الفقراء،
أما لو حدثت حرب وعذبوا بأيدي المسلمين قد يكون هناك هلكة وخسارة، ولا يزال جيش المسلمين في ضعف من غزوة أحد، من أثر غزوة أحد، وفي إصابات وفقراء لا يملكون شيئا. فأجل الله بنو النضير وتركوا ديارهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، فكانت منافع كثيرة من أن يخرجوا بدلا من قتالهم. فكتب الله ما هو رحمة للمسلمين، ما هو؟ أن يخرجوا ولا أن يقاتلوا، هذا أرحم للمسلمين وأفيد وأنفع، فكتب الله عليهم هذا. فقال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أصل كلمة الجلاء من الجلوي، الجلاء من الجلوي. ما هو الجلو؟ الظهور والبروز والوضوح. الجلو الظهور والبروز والوضوح، ومنه شيء جلي، يعني جلي واضح وظاهر. طيب، هذا الذي كان في بيته وأخرج منه، كأنما كان متواري وبرز وظهر وخرج، واضح؟ ما معنى الجلاء؟ أن يخرجوا كأنهم كانوا وراء الحصون، يتوارى كل منهم في داره. ما معنى أن أجلاهم الله؟ أخرجهم وظهروا ووضح. وفريق من المفسرين قال الجلاء الخروج مباشرة، ولم يعول على المعنى اللغوي الذي هو البروز والوضوء. هل هناك فرق بين الخروج وبين الجلاء؟ يعني ولولا أن كتب الله عليهم الخروج لعذبهم في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قالوا الجلاء والخروج، وفريق فرق بين الجلاء والخروج، فهل هناك فارق بين الجلاء والخروج؟ نعم. ما هو؟ أن الخروج للفرد وللجماعة، خرج الرجل خرجت الجماعة، أما الجلاء فلا يكون إلا لجماعة. أجلاهم أخرجهم جماعة، أجلاهم أخرجهم جماعة. يبقى الجلاء معناه اللغوي الظهور والوضوح، ما علاقته بخروج هؤلاء من ديارهم؟ كأنما كانوا في خفية ثم ظهروا ووضع لما أخرج. الفرق بين الجلاء والخروج، الخروج يصح للفرد والجماعة، الجلاء لا يكون إلا جماعات. احفظ هذه المعاني. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي عذبهم في الحياة الدنيا بأيدي المسلمين، ولهم في الآخرة عذاب النار. وهذا مجزوم به، مقطوع به، إن لم يؤمنوا فإن لهم في الآخرة عذاب النار. ذلك ما حدث لهم في الدنيا والعذاب الذي سيلحقهم في الآخرة، ذلك سبب ذلك بأنه، الباء هنا باء السببية، ذلك بأنهم، أي ذلك بسبب أنهم ماذا فعلوا؟ شاقوا الله ورسوله. كلمة شاقوا أصلها من الشقاق. ما معنى الشقاق؟ العداوة والمقاطعة. تاني، شاقوا من الشقاق، ما معنى الشقاق؟ العداوة والمقاطعة. لماذا سميت العداوة والمقاطعة شقاق؟ لأن كل من المتشاقين يكون في شق عن صاحبه، يعني في شق، في جانب، في جانب. خلاص، لما أقول لك الاثنين دول في شقاق، يعني كل واحد منهم في شق عن صاحبه، مختلفين وكل واحد في جانب. خلاص، فجاءت منه كلمة الشقاق، لأن كل من المتشاقين يكون في شق، يعني في جانب عن صاحبه، الشق الجانب. قال ذلك بأنهم شاقوا
قل الله ورسوله كانوا في عداوة وشقاق لوحي الله إلى رسوله، كانوا في عداوة ومقاطعة وتكذيب لوحي الله إلى رسوله، فكانوا في شق والوحي في شق، فما كانوا في شق الإيمان مع الله ورسوله، وإنما كانوا في شق الكفر والعداوة، فما كانوا في شق الإيمان مع الله ورسوله، وإنما كانوا في شق المقاطعة والكفر والعداوة، فقال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وعطف كلمة ورسوله على الاسم الشريف فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية فيه أيضا أن الذي يشاقق الله فكأنما يشاقق رسوله، لأن مشاقة النبي داخلة في مشاقة الله، ففي فائدتين: عطف الرسول على الاسم الشريف تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي واحدة. الثانية أن مشاقة النبي داخلة في مشاقة الله تبارك الله تعالى. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. طب أين رسوله؟ لماذا لم يقل ومن يشاق الله ورسوله؟ إيه؟ نعم، أدغمت مشاقة الرسول في مشاقة الله. يعني إيه أدغمت؟ الإدغام، الإدخال. أدغمت، أنا متعمد أقول أدغمت، أقول لك ليه دلوقتي. أدغمت مشاقة الرسول في مشاقة الله. في سورة الأنفال قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ها، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أنت عندك في الكلمات ما يعرف بالفك والإضغام، وحينما أقول الفك والإضغام لا أقصد بالإضغام مصطلح التجويديين، مصطلح أهل التجويد، كلا، وإنما أقصد به الفك والإضغام لغة في اللفظ. فالإضغام هنا بمعنى التشديد، تشديد اللفظ، اللفظ يكون مشدد. هو اللفظ المشدد ده عبارة عن حرفين تكرروا فدخلوا ببعض، صح كده؟ أدغموا في بعض، خلاص؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد في الآية الأخرى، ومن يرتد في البقرة، يرتد ده مفكوك ولا مدغم؟ معي؟ مفكوك ولا مدغم؟ مدغم. من يرتد، ايه اللي ادغم؟ ما هو اصله يرتد بدليل، ادغمنا الدليل في بعض بقت ايه؟ من يرتد، يبقى اللفظ مفكوك، يرتد مدغم؟ يرتد. خلي بالك الفك والادغام ده مبني على السياق ومبني على المعاني، هو اللغتين صح، بس امتى يجي الفك، يجي اللفظ مفكوك وامتى يجي مدغم؟ ده مبني على المعاني، وممكن يجوا الاثنين في اي واحده عشان يشير الى معنى. وما كان لنبي، وما كان لنبي أن يغل، بيت الآية، ومن إيه؟ يغلل، الاثنين في آية واحدة. وما كان لنبي أن يغل، ده مدغم، ومن يغلل، اللفظ مفكوك أهو، يأتي بما غل يوم القيامة، متعلق بالمعنى.
لما أتى بالكلام عن الاقتطاع في الدنيا والأخذ، قال يغول بالتشديد، إنما يوم القيامة لما انكشف كل شيء وظهر وبان، قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالفكر غير متعلق بالمعنى، مش كده تنوع لغات وخلاص، كل حرف له. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، مفكوكة مع العطاء، تأتي في موطن آخر يتزكى، نفس اللفظ بس مع الفك والإضغام. والأمثلة على هذا كثيرة. لما أضغم مشاقة الرسول في مشاقة الله جاء بلفظ يشاق مضغم. ولما ذكر الله وذكر رسوله فك اللفظ. لما أضغم مشقة الله في مشقة النبي، عفوا، مشقة النبي في مشقة الله، أتى باللفظ مضغم، ناسب هذا أن يضغم اللفظ، كما أضغمت المشقة مشقة النبي في مشقة الله. ولما ذكر شقاق مع الله وشقاق مع رسول الله كل على حدة، ناسب هذا أن يأتي باللفظ مفكوك. ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، شوف التفصيل ده مفكوك كله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. في سورة الحشر معنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. ولم يذكر ورسوله لأن مشقة النبي داخلة في مشقة الله، فأتى باللفظ المضغم. حد فهم حاجة؟ كم واحد فهم؟ صعب الكلام ده ولا بسيط؟ ده دي من اللطائف. طيب، فإن الله شديد العقاب لكفار مكة، فإن الله شديد العقاب لليهود. واختلفت العقوبة لكل فريق، لكل من الفريقين في الدنيا. أما كفار مكة فكانت العقوبة بالمقاتلة في بدر، وأما اليهود فكان بالإجلاء والإخراج. لأن هناك فرق بين المشاقتين، شقاق كفار مكة عن جهل وعصبية وتعنت، شقاق اليهود عن علم وعن سوء طوية وعن هوى. مرة أخرى، شقاق كفار مكة كان سببه العصبية والتعنت، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وأما شقاق اليهود فكان عن علم، يعلمون صفته ويعلمون أنه رسول آخر الزمان، ولكنهم ينكرون هذا ويكذبون به. فهناك فرق بين المشاقتين، فاختلفت العقوبة للفريقين. هذه واحدة. الثانية، اعلم أن الله إذا ثبت فريقا نصره، وإذا ألقى الرعب في قلب فريق خذله، ألحق الخذلان به وأخرجه وعذبه وانهزم. ثبت الله المؤمنون في بدر، في غزوة بدر ثبت الله المؤمنين على عدوهم، فقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم
ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طب والكافرين؟ قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب في الأنفال وفي العمران. ألقى الله في قلوب اليهود الرعب في بني النضير، فإذا دب الرعب في قلب فئة هزمت. والله يثبت أولياءه وأصفياءه فينصرهم على عدوهم بالطمأنينة والثبات. ثبت المؤمنين في بدر وثبت نبيه في حنين. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ونزلت الطوائف عليهم من الجانبين ففروا. قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فثبته وأنزل جنودا لم تراها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنا في بني النضير نصر الله نبيه بالرعب، بالرعب فقط، في حال أن الله لو ثبت قوما نصرهم بالإيمان. وهذا يكون للمؤمنين، يلقي الرعب في قلوب الكافرين ويلقي الثبات في قلوب المؤمنين، وهذا يجعل أهل الكفر في تعجب من حال المؤمنين عند قتالهم. نعم، هو يتعجب، وترى هذا في كل صفحات التاريخ، حينما قتل أهل الكفر أهل الإيمان ترى في كل صفحات التاريخ تعجبهم من ثبوت أهل الإيمان، لأن الله يثبتهم، لأن الثبات من الله رب العالمين يثبتهم ويطمئن قلوبهم في كثير من المواطن. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. خلاص واضح الفك والإدغام في شاق ويشاقق في الأنفال. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إما أنها جملة تعليلية لما سبقها، ذلك العذاب لأن الله شديد العقاب للكافر، جملة تعليلية لما سبق، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ولأجل أنه شديد العقاب فعل بهم ما فعل، ولأجل أنه شديد العقاب فعل بهم ما فعل في الدنيا غير عذاب الآخر. ما قطعتم من لينة، سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا خلف الحصون ويقذفون بالنبار وبالسهام على المسلمين، والمسلمون لا يرونهم لأن النخل يواري حصونهم مدارين وراء النخل. فقام بعض الأصحاب بقطع النخل، وامتنع البعض الآخر خشية أن يكون فسادا، فقالت اليهود عن رسول الله ومن معه ينهى عن الفساد ويفعله، فينهى عن الفساد في الأرض وقطع الأشجار ويقطع هو النخل. فأنزل الله قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. معنى اللينة النخلة. خلاص؟ طيب، فريق آخر من المفسرين ذكر سببا آخر للنزول، قال إن الأصحاب سألوا رسول الله أنقطع أم لا نقطع؟ لما اختلفوا فريق قطع وفريق لم يقطع، فسألوا رسول الله أنقطع أم لا نقطع؟ فأنزل الله قوله ما قطعتم من لي أو تركتموه على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، لو فتحت التفاسير هتلاقي اللينة هي النخلة إذا كان الثمار فيها كالرطب،
وفريق قال هي النخلة إذا كان الثمار وصل إلى درجة كذا أو وصل إلى درجة كذا. وأبلغ ما يقال في هذا الموقف، لأن الموقف موقف حرب ليس مفضلة بين الثمار، ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله، قال اللين اسم عام على النخل، سواء كانت الثمار نضجت، كانت تمر، كانت بسر، كانت أيا كانت، اسم عام للنخل. فقال ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها، ما قالش تركتموها بس، قال أو تركتموها قائمة على أصولها. هو هنا يصف النخل أنه كان جيد قوي يقف على أصوله، وصفه في الخبر ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله، كان ممكن السياق يمشي كده، فما فائدة أن يقول قائمة على أصولها، يدل على أن النخل كان قويا يافعا قائم على أصوله. وبعض أهل العلم قالوا أنه هنا في إيماء وإشارة إلى أن الترك أولى، لأنه مدح مظهر النخل بأنه قائم على أصول، فقال بعض المفسرين إنه هنا لما قال قائمة على أصولها كأنما فيه إيماء إلى أن عدم القطع أو بدلالة أنه وصف حسنها بقوله قائمة على أصولها. والفريق الثاني قال بل القطع والترك كان واحد بدلالة فعل الصحابة، منهم من قطع منهم من ترك، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، سكوت النبي على من قطع إقرار أن هذا جائز. طيب لما قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الكوني ولا الشرعي؟ أنت عارف أن الإذن إذنين، إذن كوني وإذن شرعي، هل الأذن ولا إذن كوني ولا شرعي؟ لا هو واحد، لا مش كوني طبعا، شرعي. فبإذن الله أي أذن لكم أن تفعلوا، لأن الأصل في الشرع عدم القطع، الأصل في الشرع أن فيه نهي عن الفساد ونهي عن قطع الأشجار. إيه؟ يعني ليه السياق؟ يعني هيقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها فإن الله كتب هذا كونا عنده، هذا أولى في الآية، في معنى الآية، أم يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها فإن الله أذن لكم شرعا أن تفعلوا. الأقرب للسياق أن يكون أذن لكم شرعا أن تفعلوا. ومن قال بكونه كوني وقد قاله بعض المفسرين ولكن ليس الجمهور، الجمهور على أن الإذن هنا شرعي وهو الأولى للسياق، لأن اليهود أنكرت، ولأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقطع أم نترك، فهو الصحابة هنا يطلبون إذن كوني ولا يطلبون إذن شرعي، أنقطع أم نترك، فقال فبإذن الله أي أذن لكم شرعا بأن تقطعوا، فمنهم من قطع ومنهم من ترك، وسكوت النبي إقراره صلى الله عليه وسلم لمن قطع وإقرار لمن ترك. ويبقى السؤال ما هي الفوائد المترتبة على القطع؟ معلوم أن الشرع نهى عن قطع الأشجار وعن قطع الثمار، وقال النبي من قطع شجرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبائم عبثا وظلما من غير أن يكون له حق فيها فليتبوأ مقعده من النار، ظلم كده وفساد بيطلع شجر، قال فليتبوأ مقعده من النار من غير أن يكون له حق فيه. فهنا لما قطع النخل اليهود قالوا فساد، وانظر إلى اليهود، أصل المشكلة بدأت بأنهم كانوا يريدون أن يقتلوا النبي غيلة وغدرا، يريدون أن يغدروا برسول الله ويقتلوه، هذا ليس فساد، أن يقتلوا نبيا هم يعلمون يقينا أنه نبي وأنه أعظم الرسل وأعظم الأنبياء، وأرادوا قتله
غدرا يا أخي، لو شخص عادي وغدرت به هذا فساد، فما ظنك بنبي؟ تريد أن تغدر به؟ هذا ليس عندهم فساد، وإنما الفساد في قطع النخل، وهذا دأبهم وشأنهم، يفعلون العظام ويضجون لما وقع من الأمور التافهة في حقه، فيرون أن ما يفعلوه ليس شيء، إزهاقهم للأرواح وقتل النفوس، وهذا ليس شيء، إنما واحد يقطع شجرة يوقع لهم بيت، هذا تقوم الدنيا ولا تقعد، هذا شأنه. نسأل الله أن يريح البشرية منهم وأن يستأصلهم. ما الفوائد المترتبة على القطع حتى يأتي الإذن الشرعي بالقطع؟ واحد، إرهاب العدو. لما قطعوا النخل قذف الله الرعب في قلوب اليهود، في قلوب بني النضير. يبقى الفائدة الأولى إرهاب العدو، ليبين أصحاب النبي أنهم لن يبقوا على شيء، وأنهم مستعدون لاستئصالهم، فقطعوا النخل. هذه واحدة. الثانية، كشف الرؤية للمسلمين، وقد قلت لك إن النخل كان يواري ويحجب الرؤية. الثالثة، هزيمة معنوية للعدو، لأنه لا يستطيع أن يحمي ممتلكاته. النخل ده ملك له، ومعلوم قيمة النخل والتمر في وقتها، وكانت الحرفة الرئيسية لبني النضير، نخل المدينة معلوم. فكون أن يقطع النخل في هزيمة معنوية، أنه لا يستطيع أن يحمي ممتلكاته. الفائدة الرابعة، استفزاز العدو للخروج ليحمي ممتلكاته إن استطاع، فإما أنه مكسور وإما أنه مستفز سيخرج. فهذه فوائد لقطع النخل، والحال حالة حرب فأذن الله فقال فبإذن الله. إرهاب العدو، كشف الرؤية، هزيمة معنوية لأنه لا يستطيع أن يحمي ممتلكاته، الأخيرة استفزاز العدو للخروج من حصنه. فقال الله ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها وأصله ساقه وجزره فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الخزي انكسار في النفس، يكون من النفس أو من الغير، يعني يقال خزي في نفسه يعني انكسر، ويقال أخزاه غيره يعني هو تسبب في أن يكسره. الشاهد أن فيه مذلة وهوان، فقال وليخزي أي ليذل وليهين الفاسقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، فلم يقل وليخزيه. ثاني، ذلك بأنه شاق الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينتنا وتركتموها قائمة على أصولهم على أصولها فبإذن الله وليخزيهم، كما قال ذلك بأنه بالضمير، فهنا لم يقل وليخزيهم، وإنما أظهر وقال وليخزي الفاسقين. ما فائدة الإظهار هنا؟ واحد، أن يبين حكمهم أنهم قال عنهم فاسقين. ثانية، أن كل من فعل فعلهم يأخذ حكمهم في الفصول. ثالثا، مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثلاثة فوائد في أنه أظهر ولم يضمر، فلم يقل وليخزيه، وإنما قال وليخزي الفاسقين، فإظهار في موضع الإضمار. فائدة واحد، ليبين حكمه. اثنين، بيان من فعل فعلهم، أن كل من فعل فعلهم يأخذ حكمه. ثلاثة، مراعاة الفواصل، قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم تبدأ الآيات في ذكر
ما أفاء الله به على رسوله، وفي ذكر تقسيم الفيء وكيف سار بعدما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أورثه أرض بني النضير وما كان فيها من خيرات ومن نخل ومن غير ذلك، رد إلى المسلمين، رد إلى المسلمين. تجلى ذلك في قوله ما أفاء الله وما أفاء الله في الآيتين على التوالي. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أيوه.